الحاج ودخل مكانه اسحاق يعقوبو. كرة لقدام عند موسى ديوارا، تصويب با يا موسى يا موسى، اي سحر يقدمه موسى، اي سحر بيقدمه موسى. موسى ديوارا استلام مع تصويب، كرة محتارة تروح في اي زاوية، هي جميلة ومحتارة على يمين الحارس وفي المقص الايمن موسى ديوارا. ومتعرفش ايه سبب وسر عدم احتفاله، يعني عدم الاحتفال، ولكن هي كرة تستحق الاحتفال يا موسى عبد العزيز سيد، وكأنه بيمهد الكرة بيقول له اتفضل صوب، قدم ما لديك من فنون الساحرة المستديرة.